والله العظيم جلطة بالمخ. لا وعلي جلطة راح تفجر راسي مقاطعة كاملة ضايقينها ما القطع بالناصرية. الله يستر محمد وعلي. يعني يقول لك يجي هذا الموظف المسكين البسيط اللي ما عنده سند بس الله سبحانه وتعالى ويطونه وقال هاك هذا الوصل تفضل. ايه الوصل انا شو اسوي به مثلا؟ يصب لي حليب يطلع لي رطب؟ لا الوصل لك قطعه. خوش هاي الورقه ليه ما تعطوني اياها؟ سنه وسنتين وعشره و15 وماكو، وهذا حاط الوصل وكابسه بنايلون. طبت الشلل هاي هسه الجديده ماكو. اخو النائب مكتب النائب فقر كان كاتل الهبري تسمع. اشتروا لك الوصولات من الناس المساكين على مليونين وعلى ثلاثه وعلى اربعه. ثاني يوم استلموا قطع بيه. زين انتم ليش ما تطون هذا المسكين؟ ليش ما تطونه من كان عنده وصل؟ بس من اشتراه مكتب النائب لو اخو النائب حطيتوه هنا. وين محافظ بيقار؟ وين انت حضرتك يا بعد شبدي؟ هاي عندك علم بيها؟ لو ما عندك علم خاف ما عندك علم. خطيه ما يدري يا معذور ما تدري عليك زخم. المشاريع صايره لخها عليك. الكورنيشات المحطات مال الكهرباء الروسيه البريطانيه عينك الله والله العظيم يقولون لي الليل كله ما تنام لا نهار الليل والنهار طاير. هاي الملاعب مدينه مال الالعاب المسابح مدري شنو ما شنو مسويها. النافورات كلمه يا الله بس كلمه يا طحيمر بعدك ما مسويها. تحياتنا.